بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وطابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية مع تواصل منافسات هذا السباق المحلي الأول على الهواء مباشرة عبر قناة الريان وقناة الكاس وموقع الأبرقة لسباقات الهجن وعبر أثير الراديو الاف ام. فمرحبا بكل المستمعين والمشاهدين والحاضرين والمشاركين، وننتظر في هذه اللحظات انطلاقة هذا الشوط الأول الرئيسي المفتوح للحقائق البكار من مسافة الكيلوين. وما هي اللحظات وينطلق هذا الشوط حاملا آمال المشاركين، طموحات الحاضرين. هكذا مشاهدين الأعزاء ينطلق هذا الشوط على بركة الله وحفظه، ينطلق هذا الشوط بحفظ الله بآمال وتطلعات المشاركين كأول انطلاقة رسمية لأشواطنا المفتوحة لهجن أبناء القبائل. فلمن ناموس هذا الشوط الأول الرئيسي؟ من هي بطلة الحقائق في بداية هذا الموسم التي ستسجل اسمها بحروف من ذهب لتدخل إلى عالم الأبطال، عالم الفائزين؟ من هو المضمر وأيضا مالك الشعار الذي سيحظى بهذا الشرف الكبير؟ مقدمة الشوط ومن تنطلق مباشرة مع عزة على مقدمة الشوط محمد بن حمود بن محمد الوهيبي، ضيفة عزيزة من سلطنة عمان الشقيقة. مرحبا بكل ضيوفنا وإخواننا المشاركين الحاضرين. شعار بن ذروة يصل على المركز الثاني، تصل ثقة بثقة محمد بن جار الله بن ذروة، هذا الشعار المميز يصل ويقتحم المركز الثاني. ننتقل للمركز الثالث لتصل مهرة لبخيت بن حمد بن بخيت بن قريع، يقدم مهرة أيضا. وصلت، يا سلام، شوط رئيسي حساس، فلسفة. تصل على المركز الرابع بأداءها الخطير محمد بن ناصر بن مسفر بن خليل الشهواني، على المركز الرابع غيرت إلى الثالث، المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات. ياهو شوط سيل قادم من الحقائق، سيل جارف، تصل في هذه اللحظات الشاهينية. صالح بن راشد الزقيبة، عطوني المركز الخامس، المركز الخامس تصل أدب مسفر بن علي بن عبيد السناري، شعار التوقيت الأفضل في يوم الأمس يصل مع مسفر بن عبيد السناري. ولكن عودتنا إلى أبناء السلطنة والهجوم من أبناء الميدان، أول الهاجمين أول الواصلين بن ذروة بن خليل الشهواني قادم مع فلسفة، ولكن ثقة بن ذروة وما زالت المقدمة مع أبناء السلطنة مع عزة محمود محمد بن حمود الوهيبي. هل يتجه الشوط الرئيسي إلى سلطنة عمان الشقيقة أم يصبح في ميدان الشحانية؟ بن خليل، فلسفة 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 تختطف رئيسي الحقائق في الشوط المفتوح، أقوى أشواط الحقائق، لتثبت بأنها الأقوى. محمد بن ناصر الشهواني مع فلسفة. هذه البطلة سجلوها، دونوها أقوى البكار في بداية الموسم. هذه فلسفة في ميدان الشحانية وتوقيت ممتاز. سلام يا الشهواني، سلام سلام يا فلسفة، سلام. تهانينا القلبية نزفها على الهواء مباشرة لمالك فلسفة محمد بن ناصر بن مسفر الخليل الشهواني، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت نظر لجابر بن حمد بن جابر بن حمد البريدي. المركز الثالث معزة لمحمد بن حمود بن محمد بن عبد الله الوهيبي. المركز الرابع الهنوف لمحمد بن سالم بن محمد ألف هيدة. والمركز الخامس اللي وصلت في المركز الخامس غنايم سالم بن راشد بن سالم آل سنيد المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، وفلسفة تختطف الشوط الرئيسي بفلسفة الناموس، بفلسفة البقاء للأقوى في هذه الرياضة. هذه فلسفة
تقطع مسافة الشوط الرئيسي في دقيقتين 56 ثانية 44 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك فلسفة محمد بن ناصر بن مسفر الشهواني، وهذا هو شعار بن خليل: تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني رقمها يا مخرجنا العزيز غير واضح لدي، حاملة الرقم 7، ولنتأكد ونعطي كل حق حقه في هذه الرياضة. هذه حاملة الرقم 7 بالفعل قطعت المسافة في دقيقتين 57 ثانية 94 جزء من الثانية. الثاني لجابر بن حمد بن جابر بن حمد البريدي، المركز الثالث اللي ما قصرت، وأيضا بطلة غير متوجة كما يقولون. هذه وصلت في المركز الثالث مع عزة، قطعت المسافة في دقيقتين 58 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لمحمد بن حمود بن محمد بن عبد الله الوهيبي، تهانينا والناموس لكل الفائزين. وشوط